بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله على بركة الله بشرح البارت الرابع اللي هو بعنوان الـ Subordination. طبعا ممكن واحد يتبادر إلى ذهنه السؤال، ما المقصود بالـ Subordination؟ راح نتعرف عن ما المقصود بالـ Subordination الآن. هذا كله مقدمة، ما عدنا بيها أي شيء. أول شغلة إحنا راح نبدأ بيها اللي هي الـ Introduction to Adverb Clause. Adverb Clause، الـ Adverb Clause هي عبارة ظرفية. يعني شنو عبارة ظرفية؟ اكتب يمك ملاحظة. الـ Adverb Clause هي عبارة عن كلمة أو أكثر، هي عبارة عن كلمة أو أكثر تحتوي على ظرف، هي عبارة عن كلمة أو أكثر تحتوي على ظرف. طيب الظرف احنا كليتنا نعرفه، هو كأي كلمة تحتوي على الواي، حتى اذا ما تعرفه اكتبها هسه. الظرف دائما بي الواي، مثلا recently. الان هاي عبارة recently هاي ظرف، ليش؟ لان بيها الواي، هذا recently. او يكون مثلا ظرف مكان، last week الاسبوع الماضي، week after tomorrow بعد غدا، هذه كلها ظروف. يعني ما اعتقد واحد من عندنا ما يعرف شنو المقصود بالظرف. اذا نعيد مره اخرى، شنو يعني adverb clause؟ يعني عباره ظرفيه. شنو يعني عباره ظرفيه؟ شنو يعني ظرف؟ يعني معناها كلمتين او اكثر يدلون على ظرف. من اقول recently، من اقول last week، من اقول after he had rented his jeep. إذن هذه كلها ظرف، يسمونها adverb clause. adverb clause، adverb expression، تعبير ظرفي. single word adverb، بس هذه recently ظرف. last week هذه ظرف. after he had dropped his job هي adverb clause، يعني هي ظرف، يعني عبارة ظرفية. يعني أنا هسه مثلا لو قلت لك yesterday هذا ظرف. إذا قلت لك على سبيل المثال after yesterday بعد غدا، هاي عبارة ظرفية. يعني العبارة الظرفية هي كلمتين أو أكثر. طيب هذا بالنسبة لي الظرف. زين، هسا واحد ممكن يسألني، قبل شوية قلت لك شنو يعني subordinating subordination أو subordinating conjunctions. شنو يعني subordinating conjunctions؟ شنو يعني subordinating conjunctions؟ Subordinating conjunction هي عبارة عن أدوات، وكل أداة لها فائدة أو لها معنى. يعني مثلا هسا أنا باللغة العربية مو بالإنجليزي، إذا قلت لك شنو يعني كان وأخواتها، شنو يعني كان وأخواتها باللغة العربية، راح تقول لي أستاذ هاي هذني أفعال ناقصة، كان وأصبح وإلى آخره. تدخل على المبتدأ والخبر، ترفع المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. يعني هذا حكي باللغة العربية. باللغة الإنجليزية هم لغة هذه هم ذلك كذلك، أيضا إلها قوانين وإلها نظام وإلها حكي. فهنا شنو يعني subordinating؟ شون يعني عندنا كان وأخواتها، أيضا عندنا subordinating اللي هي الافتر والاز والاز لونج از، بس هاي يعني كل وحدة إلها استخدام. شون ما إحنا عندنا مثلا أصبح تفيد للصباح، صار تفيد للتحويل، نفس الحالة عندك الافتر هاي تستخدم للوقت، وعندك هاي المجموعة كلها تستخدم للوقت. هذول جماعة التايم، وهذول جماعة البليس، وهذول جماعة الريزن اللي هم because وسنس، واللي عندنا البيربس اللي هم so that in order that، وعندنا للمنر اللي هم لاز ولازف والازو، وعندنا كذلك للكونترست، وكذلك عندنا للكونديشنز اللي هي الحالة، وكذلك عندنا الريزلت اللي هي للنتيجة. هذني استاذ لازم نحفظهن. اي والله لازم تحفظهن، مثل اسمك لازم تعرف يا هي مال وقت، ويا هي تعرف يا هي مال مكان، ويا هي تعرف يا هي الغرض، ويا هي التناقض، ويا هي النتيجة. هذا كله لازم ينحفظ مثل اسمك.
وهذا اني اسوي بيه امتحان. انا دائما كل طلابي اي طالب يدخل يمي كورس او انا درسه بالجامعه بهذا المنهج اقول له يابا عندك امتحان اذني يلا عيني بلش انطيه اقول له اكتب لي مال تايم يا هنا مال بليس يا هنا مال المنا زين استاذ معقول اذني هيك مهمات استاذ احنا نعرف اذني اوكي تمام ادري بيك تعرفين ونعم ذني مهمات ولازم تعرف يا هنا مال وقت ويا هي مال ضروري جدا يعني وراح ناخذ اداه بالتفصيل المبين. طيب زين النقطه الثالثه ايش قال لك؟ يقول لك من المهم ان نتذكر to remember the punctuation. شنو يعني punctuation rules؟ يعني قواعد التنقيط، يعني علامه الاستفهام if the adverb close. طبعا هذا الحكي يعني ملاحظه مهمه لازم ناخذها. الملاحظه تقول لك خلينا نكتب ملاحظه كلش مهمه. اذا جاءت ادوات الربط اللي هن سميناهن subordinating conjunctions اذا جاءت هذه الادوات في بدايه الجمله سوف نضع فارزه بين الجملتين سوف نضع فارزة بين الجملتين. ملاحظة أخرى خلينا نضيفها، الجملة التي تحتوي على أداة الربط، يعني هاي الجملة اللي بيها أداة الربط سواء إذا كانت بالبداية أو الوسط أو بالنهاية مو مشكلة، الجملة اللي بيها أداة ربط نقول عليها dependent clause يعني جملة غير مستقرة أو غير مستقلة عفواً. الجملة اللي بيها فارزة غير مستقلة. When I was a child. هاي الجملة مو بيها الوين اللي هي الوين أداة الربط. I was child. إذن الجملة الأولى راح أقول عليها السلام عليكم راح تقول لي وعليكم السلام راح أقول لها أنتي طالق. لا طالق هاي يقولوا لها للمرة نسيت عفواً. هاي للجملة شو نقول لها؟ نقول لها أنتي dependent clause. شنو يعني dependent clause؟ يعني جملة غير مستقرة، يعني جملة ناقصة. شنو يعني جملة استاذ ناقصة؟ ما افتهمت. انا مو قلت لكم قبل شوية انت طالق؟ ليش طالق؟ لان هي ناقصة. ليش ناقصة؟ مو خوش مرة، مو خوش جملة. when I was child انا من كن الطفل. اي شنو يعني انت من كن الطفل؟ المعنى مو واضح. المعنى مو واضح. واضح المعنى مو وين شنو يعني وين اي واز تشايلد ما فهمت انا شنو يعني وين اذا هاي لذلك احنا قلنا عليها اندبندنت كلوز يعني جمله ناقصه. نكمل الملاحظه. اي لافت دراجل موفيز انا حبيت افلام او انا احب نعم احببت افلام الدراجل. طيب الان انا احببت افلام الكرتون المعنى واضح لو مو واضح؟ نعم المعنى واضح. اذا هاي الجمله الثانيه راح أقول عليها independent clause. شنو يعني independent clause؟ يعني جملة مستقلة، جملة لها كيانها مرتبة كاملة. independent clause يعني جملة مستقلة، جملة استقلال يعني واحد، يعني ذات معنى تنطيني معنى. أنا أحب أفلام الكرتون، أنا أحب جامعة بغداد، أنا أحب أفلام الرعب، أنا أكره أفلام الرعب. إذن ذات معنى، بس من أقول when I was child جملة ناقصة. إذن هذا هو المقصود بالجملة الناقصة والجملة الكاملة. نعيد مرة أخرى ونعيد. إحنا أخذنا هسه أخذنا ال subordinating conjunctions. شنو يعني subordinating conjunctions؟ يعني أدوات ربط، يعني قواعد تركيبية باللغة الإنجليزية مثل ما احنا عندنا باللغة العربية كان وأخواتها نفس الحالة هاي باللغة الإنجليزية. أيضا عندنا مجموعة من الأدوات وكل وحدة لها قاعدة مثل ما احنا عندنا كان ترفع الأول وتنصب الثاني. أيضا subordinating conjunction أيضا راح تعمل بعض القواعد. طيب فقال لك يا هاي الوين دخلت على when I was a child ذكرنا أنه هاي الجملة اللي بيها أداة ربط. طبعا هاي الأدوات ذني هاي الأداة من تجيني بالبداية ركز يمي من تجيني بالبداية مو بالوسط راح اخلي فارزه في وسط في وسط الجمله. طيب هاي حكي ملاحظه افتهمناها جزاك الله خير.
الملاحظة الثانية اللي أريد أقول لك إياها إنه الجملة اللي بيها وين أسميها dependent clause، جملة مطلقة، جملة ناقصة، مو تامة المعنى. من أنا كنت طفل، شنو يعني من كنت طفل؟ إيش بيك يعني ما فهمت هذا المعنى؟ إذن هاي يسمونها dependent clause. الجملة الثانية الأخرى اللي هي بعد الفارزة راح تصير أو قبل الفارزة، يعني جملة أخرى، هاي راح تكون independent clause، يعني جملة مستقلة أو تامة المعنى. أخرى أيضا مثال عليها، شوف يقول لك after I had seen Dracula movies، بعد ما أنا شفت فيلم Dracula. طبعا هذا ال once، هاي مو هاي الأداة من علاقة بها ال once. ليش؟ شنو السبب؟ بقول على ذن هنا عندك once هنا، هذه مو من ضمن هاي الأدوات، ما له علاقة بها. إذا استاذ ال once فار ما لك علاقة بها، طالما ما موجودة عندك بهاي الأدوات عوف، خليك بحالك، ما لك علاقة، لا تحرش بنات العالم. هم يجتر عيب، ما يصير مو حلوة، احنا ناس هالأخلاق، ما يصير، ما لك علاقة بيه الوانس، عوف ما لك علاقة بيه. زين عندنا after I had seen a drug in a movie I had a nightmare يعني معناها كابوس، يعني خلي يقول خربطة بالأحلام. بعد ما شاف أفلام الرعب هذا صار حلم بأحلام الرعب. الآن مثل ما تلاحظون الافتر اجتك بالبدايه، بدايه الجمله، يعني مو يعني عادي مو الا بالبدايه بس هي بالبدايه، يعني مو بالنص. اجتك الافتر بالبدايه، الفارزه خليناها بالنص، الجمله مالت الافتر اللي بيها افتر، طبعا افتر موجوده من ضمن هاي الادوات اللي اخذناها سبورت نيتنج، وهاي الافتر راح اسمي هاي الجمله اسميها ايفنت. الجمله الاولى افتر اي هاد سين، هذا راح اسميها ديبندنت كلوز لان المعنى مو تام. والله بعد ما انا شفت افلام الرعب، اوكي ولا ما شفت افلام الرعب ايش صار ما ندري، اذا المعنى ناقص، اذا هذه راح اسميها dependent clause. الجمله الثانيه راح اقول عليها I had a nightmare، يعني اني حلمت بكوابيس. انا قاعد اقول لك السلام عليكم اخوان، شلونكم اخباركم؟ والله الحمد لله، الله يسلمك. والله يا اخوان صراحه اليوم اني حلمت احلام كوابيس. المعنى تام؟ نعم المعنى تام، اني حلمت احلام كوابيس، اني اكلت تفاحه، أنا أكل الدور، ما وإلى آخره. أكو مشكلة؟ ماكو مشكلة، إذن عندي معنى. إذن اللي عندي معنى دائما أسميه independent clause. Independent clause. ناخذ جملة أو ملاحظة أخرى. نجي الجملة الثانية، الملاحظة الثانية أيضا مهمة، لازم نكتبها باللغة العربية يمنا أو بالدفتر، يمك بالكتاب أو بالدفتر. If the adverb clause follows independent clause كما is not needed. طبعا هاي ممكن يجيك فراغ صح وخطأ، اختيار عادي. النقطة الثانية تقول لك إذا عندك أداة الربط إجتك بالنص ما راح نخلي كوما، الكوما not needed ما نحتاجها. My mother would not let me watch any more Dracula movies because they gave me nightmares. My mother would not let me watch any more Dracula movies because they gave me nightmares. نصيحتي دائما يا اخواني لكم، من تريد تفهم جملة او تريد تحل جملة سواء بالتحضير او بالامتحان، نصيحتي لله خذوها من عندي يا اخوان، بغض النظر عن كل شيء. باكر يصيرون اساتذه، باكر يصيرون ان شاء الله اساتذه جامعات، طلاب، مهندسين، اي عمل انت تشتغله بحياتك، نصيحه الجمله اللي انت تريد تفهمها او تريد تستوعبها اقراها اكثر من 3 مرات 4 مرات. هاي كثره القراءه راح تخليك تستوعبها، تفهمها، تفصلها للجمله. My mother would not let me watch any more Dracula because they gave me nightmares. أمي ما راح تسمح لي بمشاهدة أفلام التلفون بأفلام دراغولا لأنها جعلتني أحلم بالكوابيس، أعطتني كوابيس بس إحنا ما نترجم أعطتني لأن العطاء لازم في شيء تعطيك، إذا هي خلينا نقول جعلتني أحلم بالكوابيس. طيب الآن إحنا عدنا الأداة بيكوز، هاي البيكوز هي الأداة الربط، موجودة من ضمن هاي الأدوات وينها أستاذ؟ ماكو البيكوز، ماكو أستاذ، لا والله هاي وينها، إيه والله هاي وينها موجودة البيكوز، حلو.
اذا طالما عندي ريكوز هاي الاداه زين استاذ شو ما خلينا فارزه بالنص. والله كلامك صحيح واني حقك علي، بس انا اعطيتك ملاحظه مهمه، قلت لك البيكوز الادوات ذني اذا اجتك بنص الجمله بالنص ما راح نخليه كوما، لان هن صارن كوما، هن صارن كوما. هذا كل ما موجود بالنسبه للموضوع الاول. هسه راح نبدي ب 8 to 1 8 to 8 to 8 to 1 adverb clauses subordinating conjunctions of time. راح نحكي عن ظروف التايم، عن الوقت اللي يدلل عن الوقت. طبعا من يدلل على الوقت ذن وين هنا اخذناها وقلت لكم عليهن، الافتر الحاد الوايل، هذول كلهم عن التايم. حلو. طبعا هنا منطيك امثله انفك مره اخرى واذكرك واقول لك بيهن. After it had stopped snowing I went outside. الان هاي الجمله طبعا مثل ما تلاحظون الافتر هنا اجتنا بالبدايه، جمله الافتر راح اقول عليها dependent clause، فارزه بالنص اخلي الجمله الثانيه راح اقول عليها independent clause. نفس الحاله الجمله البقيه نجي على هاي الجمله I will never like the snow as long as I live. طبعا as long as معناها طالما، as long as معناها طالما، لازم نحفظ المعنى مالتها بالعربي مهم جدا. او مثل ما لاحظ الاداه موجوده بالنص، طالما موجوده بالنص انا ما خليت كوما بالنص لان هي اصلا بالنص. الان هذا حكي بس مقدم عليهم، راح نبدي هاي امثله بس راح نبدي ناخذ ملاحظات. اول ملاحظه when indicates a specific point or time in a period. اذا اول اداه عندنا هي الوين، الوين تحكي لي عن وقت، عن وقت او فتره محدده، هاي اول اداه. When I met my roommate I liked her immediately. بنيه قاعد تحكي تقول انا من شفت زميلتي كلش حبيتها، قبل حبيتها. اذا الوين هنا تحدثت لي او حكت لي عن الوقت، عن التايم، هاي الوين. ومثل ما نلاحظ ان الوين اجتنا بالبدايه وراها كوما واخذنا الجمله اللي مالت الوين راح نقول عليها dependent، الجمله الثانيه راح نقول عليها independent clause. ماكو اي شيء جديد، ما عندنا اي شيء جديد، نفس الحكي نفس المعلومات اللي اخذناها. استاذ شلون تجينا بالامتحان؟ الاستاذ ممكن بالامتحان يجيب لك على سبيل المثال يقول لك اعطيك الوين ويقول لك اريد عليها مثال، او ممكن يجيب لك الوين يقول لك يجيب لك جمله ناقصه او بدون اداه يقول لك استخدم الاداه، بس انت من تستخدم الاداه لازم تخلي فارزه وترتب الحل مالتك بحيث يصير حل مرتب ودقيق مثل الحكي ومثل الملاحظات اللي اخذناها. ما عندك اي شيء جديد. زين استاذ هذا سهل، معقول يجيك بالامتحان هيك؟ نعم معقول يجيك بالامتحان هيك، بس هو ما راح يجيب لك اياه هيك لان هو راح يعطيك 16 قاعده 16 ملاحظه، بس احنا راح نعرف. مثلا هو راح يقول لك اعطيني عن التايم، مثلا يقول لك اعطيني عن الوقت سبيسيفيك تايم، هاي لازم تعرفها. واكو ملاحظات اخرى ايضا راح ناخذها وراح ايضا نحل التمارين وحده وحده. Just is often used before word as and when. ملاحظة مهمة، ملاحظة رقم 2 يقول لك عندنا الجست دائما هاي كلمة جست تستخدم ويا لاز والوين. ملاحظة خلينا نكتب، يعني دائما من نشوف جست دائما ورا الجست يجينا الاز والوين. هاي الملاحظة اللي يريد يقول لك اياها. He arrived just as، شوف just as، just when، just as، just when، just as، just when، مثل ما نلاحظ. نجي على الوايل. وايل indicates a period of time during another. طبعا البريود الوايل، الوايل الوايل تحكي لك عن وقت، وقت تم مزامنة مع وقت آخر. يعني شنو استاذ تم مزامنة مع آخر؟ يعني معناها حدثين يصيرون مع بعض، يعني تسلسلات حدثين يصيرون مع بعض. هذا الجملة اللي هذا بالأصفر، يعني ما أقول لك احفظها حفظ حفظ، بس يعني حاول تركز عليها تفهمها. يقول لك while we were waiting inside، بين ما احنا كنا يعني متزامنات، يعني خلينا نقول ويا واحدة ويا الثانية، واحدة قدام الثانية. while we were waiting inside، من بين ما كنا احنا منتظرين داخل البيت. our friend was waiting outside،
صديقنا هم كان ينتظر برا، احنا كنا منتظرين جوا وهو هم كان ينتظرنا برا، اذا حدثين متزامنات يعني واحد مع الثاني، واحد ويا الثاني دا يصير. اذا من يصير حدث ويا الثاني راح نستخدم الواير. شوف الوين، الوين حدث بعد حدث، حدث بعد حدث، يعني هو ايش قايل لك انا انديكيت ا بيريد ان تايم اور بيريد ان سبيسيفيك تايم، وقت محدد. من انا من شفت زميلتي من طالبة تقول من انا شفت زميلتي انا حبيتها، ممكن يجيك بالامتحان اختيارات. هسه هنا يقول لك الوين لو الوايل وين اي مت ماي رومتس اي لاكت هير ايميديتلي، بينما انا شفت زميلتي حبيتها لو عندما اني شفت زميلتي حبيتها، اكيد هنا راح نقول الوين. وهاي الجمله الثانيه يعني على المعنى نقدر نحل. فانت هنا لازم تقرا الجمل، هم لازم تقرا معناهن، تطلع عليهم، تكتبهن مرتين ثلاثه، تعب نفسك شويه، تعب نفسك شويه. نجي رقم أربعة، ملاحظه رقم أربعة، whenever means anytime. عندنا مفردة اللي هي whenever، احنا مو قلنا الوين تجمع الوقت او مع مدة زمنية، يعني حدث مع حدث، حدث بعد حدث، نقطة محددة في زمن، هاي الوين. ان whenever نقطة غير محددة، يعني زمن ولكن نقطة غير محددة. من نقول whenever هي ايضا على الوقت ولكن نقطة غير محددة. مثلا whenever I think of my time when we were roommates the memories are always good. الذكريات دائما جيدة. طبعا هنا شلون اعرف انه هو هذا وقت غير محدد؟ هنا ايش قايل لي هو؟ قايل لي always good. شنو معنى always good؟ شنو معنى always good؟ قال لي always good، هنا الوقت ما حدده، يعني معناه دائما جيد. اذا هذا الوقت مفتوح. اذا انا ما اعرف هذا الوقت اي وقت هذا بالضبط، ما اعرف. إذا هذا مفتاح الحل، دليل على أن الجملة whenever. من قالت immediately حالا، حالا يعني الآن، إذا حددت وقت، من حددت وقت استخدمنا الوين، من ما تحدد وقت راح نستخدم whenever. حتى الجملة الثانية we were roommates we had a great doing all sports of crazy when we were. من إحنا كنا we were، إحنا كنا roommates، من احنا كنا زملاء، حددت الوقت. طالما حددت وقت من كنا اصدقاء، من كنا اصدقاء يعني معناها وقت هذا محدد، احنا من كنا اصدقاء، اذا هذا وقت محدد. بينما هنا قالت always good، وقت غير محدد، اذا راح نستخدم whenever. عندنا كلمة او عبارة until. until indicates from unknown period point in the past. طبعا ال until تستخدم مع الماضي ووقت غير محدد، ركز عليها، ماضي وقت غير محدد، ماضي وقت غير محدد، ماضي وقت غير محدد. My roommates and I continue to live together until she got married. احنا اذا لاحظ married هاي ماضي، هاي ملاحظة. اوكي الجملة الثانية يقول until she unknown point. My roommate and I continue to live together until she حتى أنها تزوجت. يعني شنو معنى هذا الحكي؟ يقول until indicates from unknown point in the past to something that happens. يعني معناها من نقطة بداية غير محددة، ها؟ إلى نقطة محددة. يعني معناها احنا بدينا من نقطة غير محددة. انا اجي يقول my roommates and I، ابني قاعد تحكي عن نفسها وزميلتها، تقول احنا اصدقاء، احنا مستمرين بالصداقة او كنا اصدقاء لحد ما تزوجت. هل اعرف متى بدأوا الصداقة؟ انا عرفت بهاي الجملة شو وقت بدأوا الصداقة؟ هم ما اعرف، انا ما محدد لهم. اذن بهاي الجملة راح اقول My roommates and I can't. ليش استخدمت until؟ طبعا اكيد معناها لغاية او لحتى، until معناها حتى until، حتى تزوجت، حتى until she get married، she got married. طبعا الجملة ماضي، واحنا ذكرنا ان until تستخدم مع الماضي ونقطة بداية غير معروفة، يعني هم كانوا اصدقاء لحد ما تزوجت. يعني بمعنى اقدر انطيكم جملة احلى وعبارة احلى، خلينا نقول الانتل تستخدم مع نهاية حدث معين،
انتر حتى، يعني بمعنى انه راح يكون نقطة حدوث شيء، نقطة حدوث شيء، الانتر تجي مع نقطة حدوث شيء. الان احنا كنا اصدقاء وعايشين مرتاحين، الانتر راح تزوجت وعافت زميلتها وحيدها، اذا هنا شنو صار؟ حدث، صار فد شيء. شنو الشيء؟ انه هي تزوجت. حتى لو ناخذ جملة اخرى هم نفس الحال، هم راح يصير متحدث. يعني مثلا على سبيل المثال we were eating dinner until she broke the window, until my brother and broke the window. احنا ظلينا متريقين نتريق لحد ما اجى اخوي وكسر الشباك. اذا صار حدث، شنو الحدث؟ الشباك انكسر. we were living in Baghdad, كنا نعيش من بغداد. until my brother, until my mother traveled, or my father traveled to India, to Turkey. إحنا كنا عايشين ببغداد لحد ما أبوي سافر لبغداد تركيا. إذن صار حدث. إذن الأنتر يكون بها حدث، يكون في شيء تغيير، يكون بها حدث. دائما افهمها. ودائما الأنتر تستخدم لك مع الماضي. يعني ما معقول أنا استخدم الأنتر بالمستقبل. يعني حسب ما هو يقول هنا، قال لك in the past. لهنا واضح إخوان؟ واضح. طيب. هسه راح نجي when the verb in the independent clause the future, the verb time clause in the present. ملاحظة انه الـ after مثلا عندك after the after، يعني اذا جملة بيها مستقبل الثانية حط لها مضارع. يعني اكيد يعني مثلا الشيء هذا واقع كنت اخذوها، يمكن هم ملاحظة اذا جملة واحدة مستقبل الثانية سويها مضارع. after I leave the library I will return home، يعني إذا هي مضارع، وحدة مضارعة وحدة مستقبل. يعني هسه أقول بعد ما أني أنجح من الجامعة أني راح أتعين، بعد ما أني مثلا هاي ما هو السعيد، أنا ما راح أتعين، إيش أحسن خلني إن شاء الله تعينون كلكم وتحصلون أفضل الشغل يا رب، وأفضل الطموحات والنجاحات يا رب. طيب مثلا على سبيل المثال أقول أني after I get a job I will marry، بعد ما أني أحصل وظيفة أني راح أتزوج، بعد ما أني يصير عندي فلوس أنا راح أشتري سيارة. إذن الافتر، الافتر أو البيفور، يعني وحدة إذا جملة مضارع وجملة مستقبل، هيك فهمها عن تعقلك دائما إنه مضارع ومستقبل. after I leave I will finish your turn before your turn. إذن الافتر شوف وحده مضارع وحده مستقبل، وحده مضارع وحده مستقبل. And the adverb clause started with since. It's a verb. It is the verb and the simple past. If the verb return an action start the finish the present perfect continuous or past used in the definite clause. طيب طبعا عبارة since هنا ركزوا لي عليها دائما. إذا عندك since بالجملة، إذا عندك since بالجملة، السنز دائما يعني في غالب الأحيان تستخدم مع المضارع التام اللي هو have وتصريف ثالث دائما. مثلا my roommates has been مضارع تام، يعني مثلا has been السنز تستخدمها مع المضارع التام. ضيفوا لي ملاحظة أخرى، خلينا نضيف ملاحظة أخرى أيضا مهمة. هاي الملاحظة شوية هي عامة بس كلش راح تستفادون من عندها. إذا كان الفعل يحتوي أو إذا كان معنى الفعل يدل على الاستمرارية، إذا كان معنى الفعل يدل على الاستمرارية خصوصا مع سنس إذا كان الفعل يدل على الاستمرارية خصوصا مع سنس فسوف نستخدم الفعل بزمن التام المستمر، بزمن التام المستمر. سواء واحد يقول شنو يعني تام مستمر؟ يعني معناها تخلي have و has و been وفعل ب ing، have or has و been وفعل ب ing. يعني مثلا has been eating. الآن هنا ليش خلينا has و been؟ لأن الفعل باستمرارية. شنو يعني استمرارية أستاذ؟ هسا راح أشرح لكم شنو المقصود بالاستمرارية دقيقة. طيب بس لا قبل لا راح ننتقل للاستمرارية، خلينا نعرف شنو يعني التام مستمر. شنو يعني تام مستمر؟ يعني have أو has وبين وفعل بـ ing. يعني مثلا I have been
eating. I have been studying. She has been writing. She has been going. يعني معناها تخلي have أو has اكتبها يمك. Have has فعل بي آي إن جي. Have has فعل بي آي إن جي. Have أو has فعل بي آي إن جي. طيب خوش هالشي زين. هسه نجي زين. شنو يعني استمرارية؟ شنو يعني فعل باستمرارية؟ راح أقول لك علي. معناها أخوان الفعل يدل على استمرار، استمرارية. قبل لا أشرح لك بعد أكثر راح أسألك سؤال وأريدك أنت تجاوبني، يعني أنت بعقلك تجاوبني. طيب الفعل مست اللي هو معناها اشتاقيت أو فقدت أو ضيعت عفوا. مثلا أنا من أقول I miss the bus يعني الباص عافني مثلا، ومن أقول أنا دا أكل دا أتعشى، دا أكل فريد معزوم على دولمة، معزوم على وجبة مرتبة، أي الفعل يحتوي على استمرارية أكثر؟ الباص عافني أنا دا واقف على الشارع والباص عافني، خطف قدامي الباص وعافني. لو أنه أنا دا أكل خلينا نقول وجبة مرتبة. طيب إذن الفعل اللي راح يحتوي على استمرارية هو الأكل. إذن إحنا من المعنى نقدر نعرف الأكل فعل بيه استمرارية. طيب مست فعل ما بيه استمرارية، المست ما بيه استمرارية، فهذا المقصود بالفعل اللي بيه استمرارية والفعل اللي ما بيه استمرارية.